احط اللينكات بتاعتي. ببساطة شديدة هروح جاي، او مش اللينكات بقى في الحالة دي، الهوت سبوت بتاعتي على الصورة. هختار الريكتانجلر واجي مثلا عايز احط على اليكس هوت سبوت، عايز احطها مثلا بشكل ايه، خط بشكل مستطيل. هنا هروح جاي رايح عند الكسندريا، وبعد كده هعمل دراج بالماوس شمال، هتكلم الماوس شمال واعمل دراج لغاية لما اعمل ايه، مستطيل على قد او حوالين الكلمة بتاعتي. تمام، هتظهر لي رسالة بنتجاهلها تماما ونقول له اوكي. وهنا هيطلب مني بس في الجزء اللي تحت خالص في البروبرتي ان انا عايز احط اللينك بتاعتي. هنا هوت حاجة اكتب له اللينك بتاعي، هقول له http://www.alexforall.com www.alexforall.com. وبعد كده خلاص هقول له ايه، انتر. طيب عايز اعمل لينك تانية، ببساطة شديدة هاجي اقف مثلا على ايجيبت، هقول له ماشي يا عم اعمل لي لينك تاني. هعمل دراج بالماوس شمال واسحب واقول له اوكي، وهقول له برضو http://www.egypt.com واقول له ايه، انتر. تمام، طيب هاجي بعد كده وهعمل من فايل سيف، يبقى من فايل هعمل سيف عشان احتفظ باللينكات بتاعتي او بالهوت سبوتس بتاعتي. بعد ما بعمل سيف عايز ابتدي اشوف البراوزر هو فعلا اللينكات دي شغاله ولا لا، او ايه، او الهوت سبوتس دي شغاله ولا لا. يبقى في الحاله دي هروح جاي اعمل ايه، بريفيو ان انترنت اكسبلورر من الجزء اللي موجود ايه عندي على صف اللي هو الايه، اللي هي كود وسبلات وديزاين. يبقى هقول له بريفيو في الاي اكسبلورر او اف 12، ده الاختصار بتاعها. هروح قايل له بريفيو ان اي اي اكسبلورر، هاجي اقف هنا هلاقي ايه، alexforall.com، وفعلا فتح لي الموقع بتاع اليكس فور اول، وبرده في عندي اللي هي ايجيبت www.egypt.com مثلا. طبعا ما اعرفش ازاي كان اللينك دي فعلا موجوده اهيت، فدوت الايه اللينك التاني. تمام، ده كده لو انا عايز ابتدي اعمل اللي هي الايه، ما يسمى بالهوت سبوت. انا عندي فعلا هي صورة واحدة بس عندي عليها اكتر من ايه، من لينك. ايه الاخبار، اخبار الايمج ماب ايه؟ طبعا دي بتبقى جميلة جدا لما بيبقى عندي خرائط، او مش بس خرائط، ممكن تبقى عندي صور عادية وعايز ابتدي اعمل عليها اكتر من لينك، بس بدون ما اعمل لها عملية السلايزنج. تمام، بدون ما اعمل عليها عملية الايه، السلايزنج. لان احنا بيبقى في ساعات كده ما ينفعش ان انت برضو تمسك الصورة، ممكن تقطعها، او ممكن تكون هي زي ما شفنا الخريطة مثلا، مش هقعد امسك الخريطة بقى واقعد اقطع الخريطة، لا هي صورة حتة واحدة وخلاص. والله اللي بيعملها بال HTML يعني، والله دي يعني يحسب لك الاجتهاد دوت، لان يعني دي متعبه جدا اساسا ان انا اعمل حاجه زي كده بال HTML. بس يحسب لك ذلك. لا مش بيفتح صفحه تانية، ده هو بيفتح في نفس الصفحه. وليه بقى بيفتح في نفس الصفحه؟ حد بقى يجاوبني. يعني هي بتفتح في نفس الصفحه بالظبط كده. اللي بيسأل فايدتها ايه، اللي بيسأل فايدتها ايه، فايدتها لما ببتدي نعمل اكتر من لينك على صورة واحدة. في حالة زي الخريطة، انا دلوقتي عندي مثلا عايز اعمل لينك على الكسندري، وبعدين لينك على كايرو، وبعدين لينك على ايجيبت، وبعدين لينك على دولة تانية. هل ينفع كنت اعمل دوت بالهايبر لينكس العادية على الايمج، ولا كان لازم اعملها بالايمج ماب؟ فده هو فايدتها.
مش لازم، مش لازم، مفيش حاجة اسمها لازم. بصوا يا جماعة، في نقطة مهمة جدا، احنا كل شغلنا ده ما هوش لازم، لان خلي بالكم لينا بدايل، لينا بدايل. يعني مش شرط ان انا لما اجي اعمل لازم اعمل الايمج ماب اعملها من الدريم ايفر. طب انا ممكن عوضا عن ده كله اعمل الخريطة دي كلها على الفلاش، ممكن، وكده على حسب اللي انت عايزه ايه. تمام، فهي المسألة دي مسائل اختيارية، مسائل اختيارية. تمام، يعني مش محتاجة ان احنا لازم نبقى هي دي كده. تمام، اللي بيسأل على الصلاة، لسه الصلاة كمان 10 دقايق. تمام، طيب هقول برضو بشكل سريع تاني الحتة بتاعت الايه، الامج ماب، بشكل سريع جدا هقول الحتة بتاعت الامج ماب. دلوقتي احنا بعد زي ما قلنا، بعد ما ضفنا الصورة، احنا خلاص ضفنا الصورة، وبعد ما ضفنا الصورة عملنا سيلكت على الصورة، وبعد ما عملت سيلكت على الصورة عايز ابتدي اضيف الهوت سبوت، عايز اضيف الهوت سبوت بتاعتي. تمام، في الحالة ديت عشان ابتدي اضيف الهوت سبوت بتاعتي يبقى انا لازم اعمل ايه؟ هروح جاي من القايمة properties، ومن properties هاجي اختار اللي هي rectangle مثلا هوت سبوت، او ممكن مثلا اختار اللي هي ايه، circle hot spot. تمام، بعد ما بختارها اروح جاي عامل اللينك بتاعتي على الجزء ده اللي انا عايز اعمل عليه اللينك بتاعتي. بعد ما بعمل عليه دراج وبرسمه هاجي بعد كده اقول له اوكي. طيب انا عايز احط ايه؟ عايز احط لينك، هقول له http www.redsea.com. تمام، وعايز اخلي اللينك دي تفتح في صفحة تانية، يبقى في الحالة دي حاجة اختار underscore blank. يبقى انا كده قلت انا عايز اعمل ايه، رابط، الرابط ده هو http://www.redsea.com، وحطيت التارجت ده على underscore blank عشان يفتح new window، هيفتح new window. بعد كده هروح جاي قايل له من file save، من file هقول له save. يبقى بعد ما باجي اعمل واقول له سيف هاجي بعد كده عايز اعمل بريفيو. يبقى انا بعد ما بخلص فايل سيف هاجي اعمل بريفيو في الانترنت ايه، اكسبلورر، هروح جاي اعرضها في الانترنت اكسبلورر. تمام، هيجي اجي كليك بقى يروح جاي ايه، فاتح على ايه، على ويندو تانية. تمام، طبعا احنا ممكن ما كانش في موقع بقى بالاسم ده، احنا بس مجرد ايه، بنجرب حاجة. تمام، هاجي بعد كده اقفل ده، وبعدين هقفل دوت. اوكي، النقطة دي يا جماعة، ماشي، اتفضل اللي عايز يسأل. شهاب، لا افتح على نيو تاب دي ازاي؟ ما اعرفش. لان هي المفروض بتفتح على نيو تاب، يعني في بعض مثلا في الفايرفوكس بتفتح على نيو تاب، لكن ساعات في الانترنت اكسبلورر على ظروفها ممكن ساعات تفتح ساعات ما تفتحش. لو كتبت اللينك بتاع الفيسبوك يفتح لك الفيسبوك طبعا. طبعا في ناس بتقول انك انت ممكن تدوس على الويل بتاعت اللي هي الماوس اثناء الكليك، يعني ممكن برضو تستفيد بالحاجات ديت. تمام، طيب الخريطة على موقع الجزيرة دوت نت بتتعمل ازاي؟ لا انا مشوفتش اساسا الموقع. بص في ساعة البريك ممكن اشوف الخريطة بتاعت الجزيرة عشان لو كده اسألك بتتعمل ازاي، اعرف لك بتتعمل ازاي، بس مش شرط، ممكن تكون بتتعمل بكود بقى، او ممكن تكون معمولة بفلاش، لان خلي بالك.
لا جوجل ايرث ده موضوع تاني خالص، ده ابتعد خالص. جوجل ايرث ده مشوار تاني، جوجل ايرث ده مشوار تاني. وبعدين دي ايمجز اساسا. لا ما الخريطة كلها ما ينفعش تظهر الخريطة كلها، تمام؟ الخريطة كلها ما ينفعش تظهر الخريطة كلها، او لو انت عايز تظهرها كلها ده على حسب بقى انت الصورة بتاعتك اللي بتنزلها ايه، على حسب الصورة اللي انت بتنزلها. طيب احنا كنا قلنا في ال HTML عندنا كام نوع من انواع اللينكات، يعني كام نوع من الهايبر لينكس. الله، ناس بتقول اتنين، وناس بتقول تلاتة، وناس بتقول أربعة، وناس بتقول خمسة. طيب دلوقتي، طب حد يذكر لي نوع منهم، من يعني اللي هو اللي كاتب مثلا أنواع، يذكر الأنواع. في واحد بيقول تمانية، ده رقم بقى جديد خالص خالص. يبقى احنا عندنا في اللوكال هايبر لينك، تمام، وفي عندي الايميل هايبر لينك، وعندي في الاكسترنال هايبر لينك، وفي الانر هايبر لينك، وفي الايمج هايبر لينك. حلو قوي 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 اللي ذكر لي الانواع كلهم بتاعت الهايبر لينكس. يبقى احنا عندنا خمس انواع من الهايبر لينكس يا جماعه فقط، احنا عندنا خمس انواع من الهايبر لينكس. اول نوع اللي هو اللوكال، وتاني نوع اللي هو الاكسترنال، وبعدين تالت نوع اللي هو الانر، وبعدين رابع نوع اللي هو الايميل، وبعدين اخر نوع اللي هو الايه، الايمج. تمام، يبقى هي دي الخمس انواع الخاصة باللينكات بتاعتي. طيب اللوكال هايبر لينك كان ايه مثال عليه؟ بالظبط كده، لما كنت بشتغل على صفحة هوم، صفحة اباوت اس، صفحة سيرفيسز، صفحة كونتاكت اس. جميل جدا. يبقى في حالتنا ديت لما يبقى عندي مجموعة صفحات موجودة جوه موقع واحد، يبقى في الحالة ديت اللينك ده يبقى اي نوعه؟ مجموعة صفحات موجودة مع بعض في نفس الموقع، انا بقول مجموعة صفحات لوكال. بالظبط كده، يبقى اللوكال هايبر لينك هو مجموعة صفحات موجودة في نفس الوقت. طيب حد يعرض لي مثال على الاكسترنال هايبر لينك زي ايه؟ بالظبط كده، لو عايز اخش مثلا على جوجل، عايز اخش على ياهو، عايز اخش على اي موقع، يبقى دي عباره عن مواقع خارجيه. طيب الانر بقى هايبر لينك كان بيعمل ايه؟ بالظبط كده، الانر هايبر لينك كان بيتحكم في حركتي او تنقلاتي خلال نفس الصفحة ما بين فوق وتحت فيها، او ما بين نقط معينة داخل الصفحة، يعني في نفس الصفحة انا بشتغل. يعني لو مثلا بشتغل على هوم وعايز اوصل لاخر الصفحة، ولو بشتغل على هوم وعايز اطلع لاول الصفحة، يبقى ده هو عبارة عن الانر هايبر لينك. يعني انا مثلا اكني في اسكندرية وكنت في سموحة، وبعدين قلت من سموحة هروح مثلا رشدي، يبقى هل انا طلعت بره اسكندريه؟ لا انا جوه اسكندريه. هي نفس الفكره كده، الانر هايبر لينك ان انا جوه الصفحه بتاعتي، انا جوه الصفحه بتاعتي. تمام، في حد لسه يعني نسي الانر هايبر لينك؟ طيب مش مشكله، يعني اقول لكم على حاجه احنا كده على كده هنقولها ازاي بتتعمل من خلال دريم ويفر بشكل بسيط جدا وظريف جدا، وهتفتكروها على طول. طبعا الايمج هايبر لينك هو عبارة عن ايه، احنا نوع بنقوله كده بس بشكل اعتباري، بس هو ممكن يتعمل اللوكال والاكسترنال والانر والايميل في الايمج هايبر لينك. يعني هي بس صورة، مجرد صورة عبارة عن لينك. الصورة دي ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى البوتن بتاع الهوم، الصورة دي ممكن تبقى الشعار بتاع جوجل، الصورة دي ممكن تبقى الشعار بتاع الايميل. يبقى في الحالة دي الايمج